البطولة جدا جميلة، من تنظيم من تحكيم شيء حلو الحمد لله، ومنافسة حلوة مع الشباب، والحمد لله حصلنا على المركز الثاني، وبالتوفيق حق الشباب الباجين إن شاء الله. وأحب أشكر طبعا اللي وقفوا معي الحمد لله، ووصلت المكان وخذيت المركز هذا، والله يعطيهم العافية. بطولة أكسجين بطولة من أروع ما يكون، تجربة حلوة حيل، بنفس الوقت صعبة، وكل لاعب تعب، وبالعكس أقوى بطولة هي بطولة الأكسجين بالكويت من ناحية العرب طبعا، لأن تنظيم وما شاء الله، أنت شايف اللعيب اللي جاي من برا، وإن شاء الله الأمور طيبة، وعسى الله يوفق الجميع. والبطولة بالعكس جميلة 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 جدا.